إنه اللون الأصفر. كلمة حصان. السلام عليكم، كيف حالكم يا أصدقاء؟ مستعدون لتعلم حرف عربي جديد؟ هذا رائع. إذن صوت حرف اليوم مع السكون هو ص ص ص ص. سوف نتعلم اسم هذا الحرف فيما بعد، هيا لنكرره مع الحركات القصيرة. مع الفتحة ص صقر، ص صقر، ص صقر. مع الضمة صف صنبور. مع الضمة يا أصدقاء صف صنبور، أعيدوا معي صف صنبور. مع الكسرة صي صنارة، صي صنارة، صي صنارة. أحسنتم يا أبطال. الآن هيا لنكرره مع المدود الطويلة. صا صابون، صا صابون. أخيرا صا صابون. صو صورة، صو صورة، صو صورة. صي عصير، صي عصير، صي عصير. أنتم رائعون، لقد تعلمتم حرفا عربيا جديدا مع حركاته القصيرة ص صو صي ومدوده الطويلة ص صو صي، وأيضا ست مفردات جديدة. الآن يا أصدقاء قولوا لي، ما هو لون الكلمة التي تحتوي صوت الحرف الجديد؟ رمان، غزال، حصان. رمان، غزال، حصان. إنه اللون الأصفر. كلمة حصان. والآن هل تعرفون كلمة أخرى تبدأ بحرف الصاد؟ اكتبوها في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لمشاهدة المزيد. إلى اللقاء، دمتم في أمان الله.